طلاب الأعزاء، إذا طلب من عندك أن تبدل الصفة في الجملة، يعني يعطيك جملة وبيها صفة ويقول لك تعال بدل لي هاي الصفة، فشنو اللي راح تسويه بالبداية؟ أول شغلة تسويها إنه الاسم تبدل الأسماء، يعني الاسم الأخير يصير بالبداية والاسم البداية يصير بالأخير. خطوتين، آسف خلنا نحذف هاي، نعم خطوتين، الاسم الأخير يصير بالبداية والاسم البداية راح يصير بالأخير. شوف النيوز بيبر يصير بالبداية والبوك يصير بالأخير، ماكو إشكال بيها. بعد ذلك شو راح نسوي؟ راح ننزل الصفة لكن نبدلها بالبيك ونحط لها ER. ها يعني هو الموضوع اسمه تبديل الصفات، ننزل الصفة ونبدلها ونخلي لها ER. زين والإز أنزلها ما بيها شيء. طيب والذان هم أنزلها ماكو إشكال بيها. ناخذ مثال اخر، انا عندي strong بيجي ابدلها بالweak. طيب راح ابدل الاسماء، يعني التايجر راح يصير بالبدايه واللاير يصير بالاخير. خوش بدلتهن، تمام عاشت ايديه. وراها ايش راح نسوي؟ راح نبدل الصفه، stronger راح يصير weaker، stronger راح يصير weaker. فالاز تنزل معنا بهشكال، والذان هم تنزل ماكو اشكال بها، فالتغيير يصير بهاي المواقع فقط. شكرا جزيلا.